والحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري. حاج عامر يعني سلام عليكم، وازيك فينك؟ عفى الله، وحشنا يا كابتن سيد والله. وانت كمان والله، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تحياتي ليك وتحياتي دكتور طارق الادور ليك. تحياتي للدكتور لطفي. بص بقى، يعني هتعمل لنا ماتش يوم السبت وماتش يوم الثلاث وماتش يوم الخميس. انا في الاعلام، انا في الاعلام، انا في الاعلام هنا هجيب لك جايب الورقه والقلم. انت جايب الراجل المعذور اللي هو يعني اخر واحد، يعني بعد كل المشاكل بتتحط عنده، فبصراحه هو معذور. انا بقول لك بمنتهى الامانه. قول لي يا حاج عامر، دوري مضغوط زي كل سنه ولا في ارتياحيه شويه، وخصوصا في النص الاولاني او النص الثاني؟ اسف، هيبقى اكتر النص الثاني كمان اكتر. طبعا عشان ده ليه بقى؟ عشان بطوله افريقيا اللي هي مزدوجه السنه دي، البطوله هتخلص في 11 وتبدا في 12 مثلا، ولا عده في 12 برضه؟ في 11 برضه هتبدا قبل ما تنتهي، قبل النهائي ما يطلع هتبدا الجديده قبل النهائي ما يطلع. ده معنى كده يا حاج عامر ان انت ممكن تلعب مثلا خلال 72 ساعه، يعني ممكن تلعب في افريقيا او حد يلعب في افريقيا او البطوله العربيه مثلا، يلعب الجمعه ويلعب الاثنين، او يلعب السبت ويلعب الثلاث، وارد ده؟ الاتفاق كان مع الانديه على الكلام دوت، لان احنا قلنا لهم ان الدوري هيبقى طويل ولازم هتلعبه قبل ما تسافروا ثلاث ايام اربع ايام بكثير. ولما ترجعوا تلعبوا على رابع يوم، انت حضرتك عارف بتبقى كان في معوقات من ناحيه الطيران. اتفقنا على الكلام ده وطلبوا خمس لعيبه زياده، مجلس الاداره وافق لهم على خمس لعيبه زياده في يناير. عشان الموضوع ان هيبقى فيه ضغط، وحضرتك عارف ان البطولتين لسه الاهلي والمصري شغالين في البطوله بتاعت الموسم الماضي. وهيبداوا شهر 11، والبطوله العربيه تبدا في 9 8. الاتحاد هيبدا عندنا، الاتحاد والاهلي والاسماعيلي والزمالك في البطوله العربيه. عندنا الاهلي والمصري في البطوله القديمه، وعندنا اربع انديه، الاهلي زمالك اسماعيلي ومصري في البطوله الجديده في شهر 11. عندنا خمس ارتباطات للمنتخب، معسكرات تبدا من شهر 9 في مباراه، شهر 10 في مباراتين، شهر 11 في مباراه، شهر 3 في المباراه الاخيره، وفي امم افريقيا في شهر 6. يعني بطولتين ابطال الدوري والكونفدراليه وبطوله امم افريقيا كلها في سنه واحده وفي موسم واحد، بالاضافه الى البطوله العربيه. يعني المجموع اللي هيلعبوا الاهلي والمصري لو كملوا للنهائي ان شاء الله يوصل 73 مباراه. ده عدد غير طبيعي ولا يحصل في اي حته في العالم. طيب يعني انت تضيف عليهم مباريات المنتخبات كمان. في خمسه المنتخب. يبقى هتحط 78 اللي هيلعب في المنتخب. بالظبط. وانت اضيف عليهم منتخب اولمبي كمان، لو حد بيلعب هنا بيلعب في الاولمبي بيلعب في الاول. هياخد نفس التوقفات بتاعت المنتخب الاول. لا انا بتكلم على عدد المباريات، يعني لو حد بيلعب في اول نفس التوقف، نفس التوقفات. خمس معسكرات دولت. هيعمل معسكرات ومباريات وديه، مباراتين على الاقل في كل معسكر بالنسبه للمنتخب الاولمبي وقت الاجنده بتاعت المنتخب الاول. طب يعني كده انت في تصورك او في رؤيتك، يعني ممكن الدوري يخلص قبل بطوله افريقيا للمنتخبات، الكاس الامم الافريقيه، ولا ممكن يمتد اكتر من كده؟ لا هيمتد، والانديه عارفه الكلام دوت انهم لازم هنقف وقت الامم الافريقيه، وممكن نوصل ننتهي لغايه شهر 8. يعني نبدا في 8 وننتهي في 8. يعني انت مثلا تيجي في 5 مثلا وتاخد فتره معسكر للمنتخب الاول، وده وضع طبيعي، وبعد كده يبقى في كاس الامم الافريقيه، اللعيبه تروح وبعدين ترجع تكمل الدوري؟ ترجع تكمل. يا نهار ابيض، ما هو هتلعبهم فين؟ هتجيبهم منين الوقت؟ ما هو للاسف ان الاتحاد الافريقي لما جاء عدل عمل المرحله الانتقاليه، عمل بتاعه الانديه وبتاعه المنتخب في سنه واحده. ده الاتحاد المصري مش جابه من بره، يعني الاتحاد الافريقي خد القرار من نفسه من غير ما يجيب الانديه مثلا يتكلم معاها زي ما الاتحاد المصري بيعمل. عندهم لجنه اسمها لجنه الانديه الاتحاد الافريقي. وطبعا حضرتك عارف ان دول غرب افريقيا هي الأفريقية. مظبوط صح، هم بيبقى لهم الاولويه في الاختيارات والمواعيد وكل حاجه. افريقيا ما بقاش مؤثرين، وجوهم غير جونا، والشباب بتعزهم في سنه في وقت غير بتاعنا. ما فيش الا دول شمال افريقيا هي اللي بتتعذب في الكلام دوت. انما هي من السنه اللي بعدها بقى خلاص الكل هيبدا من شهر 8 ينتهي 5، هيبقى زينا زي بقى كل العالم كله. بدل ما كانت البطوله بتتلعب في شهر 2 التمهيدي ويخلص شهر 11، كاس العالم الانديه شهر 12، يعني البطوله كانت بتقعد 10 شهور. دلوقتي من شهر 11 عايز يخلص شهر 5، يعني 18 مباراه اللي كانت بتلعبه في 10 شهور هيلعبهم في 6 شهور. بس اللي تريح ده 15 يوم. بس باشمهندس عايز اقول لك على حاجه، هيحصل تعديل في نظام البطوله، مش هتتعمل بنظامها اللي هو دور 32 وبعدين مجموعات ونفس الطريقه دي. لا لا لا، ما فيش تعديل، ما ياريتش في تعديل. هو كان المفروض يحصل تعديل، يلغوا دور ال 16 بالمجموعات ما دام مرحله استثنائيه ومرحله انتقاليه. كان لازم دور ال 16 يتعمل خروج المغلوب الموسم دوت، لما هو اكيد عنده هو امور تسويقيه
اهم بالنسبه له عن الدول اللي بالظبط. عايز يعمل نفس النظم. وانت بتتابع يعني تابع الاتحاد الافريقي، تابع الاتحاد الاوروبي بقى مرتاح اكتر من اللي تابع الاتحاد الافريقي. الاتحاد الاوروبي كل دوله بتروح ساعتين وترجع. كابتن سيد كان بيعاني وكان مجرب أنا لسه ما رجعتش لحد دلوقتي. 13 ساعة 15 ساعة. أنا لسه ما رجعتش، أنا لحد دلوقتي رحت مشوار لسه ما رجعتش. طب حاجة عامر، دي واحدة من المشاكل الكبيرة، واحدة من المشاكل اللي بتصادفك وأنا عارف كده كويس، يعني تحديد الملاعب. هل لكل فرقة في الوقت الحالي خلاص تحدد ملعبها؟ يعني المصري خلاص رسمي هيلعب كل مباراته على ملعب معين، مش هيغير من برج العرب مثلا للماكس، مش هيغير من برج العرب للملعب الفرعي مثلا يعني. ونجوم المستقبل ملعبها فين؟ يعني الملعب بتاعها فين؟ البيراميدز كمان بيتر سبورت بتاع الجوي، المقاصة في المقاولين العرب، نادي سموحه والمصري وكتاب الجيش وبرج العرب، لان الامن ما وافقش لغايه دلوقتي على التاهيل انه يلعب في بورسعيد. نادي الاتحاد في استاد اسكندريه مع عدم مباراتين بتوع الاهلي والزمالك. برضو المقاصه مش هيلاعب الاهلي والزمالك، هيلاعبهم في السويس. الجيش طلع الجيش في جهاز الرياضه. الداخليه في الشرطه. الاهلي في السلام مؤقتا بعد شهر 10 هيروح استاد القاهره. الزمالك بيصبح سبورتس مؤقتا هيروح استاد القاهره في شهر 10. الجديد دلوقتي ان نادي دجله هيلعب في الكليه الحربيه. كويس. طب ده خبر كويس والله جدا. ده ملعب جديد بيتفتح اهو، كان ده هايل، ده ملعب محبب لقلبي جدا. طيب حاج عامر، الشيء بالشيء يذكر، يعني انا في حاجه محيراني جدا، يعني اكلمها لك على الهوا بقى. ليه مصر المقاصه بيلعب الاهلي والزمالك في السويس؟ ليه مصر المقاصة مثلا لو بيلعب مثلا، يعني على سبيل المثال، بيلعب فرقه مثلا زي بيراميدز مثلا ومش هيلعبها في الفيوم، بيلعبها في استاد القاهره او بيلعب في استاد القاهره، ليه بياخد الاهلي والزمالك في السويس؟ ليه طالما هو عنده ملعب بديل؟ هو الملعب الاساسي الملعب الفيوم يا دكتور. مظبوط. الملعب الاحتياطي بالنسبه له بيبقى ثلاثه، ملعب واحد في استاد القاهره وملعب اثنين في استاد السويس، ياخد الاهلي والزمالك في استاد السويس. يعني برضو حاجه محيراني شويه. يعني الاهلي بيلعب في السلام، الملعب الاحتياطي بتاعه لو هيغير ملعب السلام لاسباب امنيه، لاسباب يعني سوء حاله الملعب ولا حاجه، بيختار ملعب تاني في القاهره. اوكي، ما بيروحش محافظه تانية. اتفضل يا حاج عامر. بس كان بيروح برج العرب. هي المقاصه بيروح برج العرب فعلا. اتفضل. المقاصه نفسها الامن مطلعها بره الفيوم. اوكي، وبالتالي جاب الملعب المقاولين. نادي المقاولين اصلا ما بيلعبش الاهلي والزمالك في المقاولين، ما بيلعبوش الاثنين المقاولين بقالهم ثلاث سنين. مظبوط. فبالتالي اللائحه بتقول ان هو يختار الملعب البديل. فاللائحه بتديله الحق ان هو يجيب الملعب البديل بس قبلها بوقت كافي. هي دي المشكله، ان انا ما اقدرش يعني اركز او اصمم على اللائحه قوي، ان انا اضمن الانديه، لان في يوم وليله بتحصل تغيرات امنيه، ولا ده يطلع بره الملعب، ده يخش الملعب. الملعب دلوقتي ما بقاش صالح. يعني زمان كان الاهلي والزمالك ما بيلعبوش في بيتر سبورت خالص. مظبوط. صح. دلوقتي الامن يقول لك روح تلعب في بيتر سبورت. صح. اغلب الماتشات بقت في بيتر سبورت، فالامور بتبقى متغيره. فانا لو زنقت اللائحه قوي يبقى بزنق نفسي وبزنق الانديه اللي هي مش صاحبه. انت عايز لما يبقى في استقرار كامل، اللي يبقى في استقرار كامل في كل حاجه، يبقى الامر ده لازم اقفلها خلاص. مقفول طبعا. انا شايف ان شاء الله الرحمن الاستقرار ده هيقرب، لان كده مش على الهوا، يعني مش على هوايه. مثلا انا باخد بلعب ماتش النهارده في القاهره، وبكره فرقه ثانيه موديها السويس، وبعد بكره موديها اسكندريه. لو حاجه امنيه ما عندناش مشكله خالص، لكن مش بالهوا او بالتفاؤل يعني. لا، اصل عارفك يا كابتن سيد، لو حكمت انا في اثنين هيجي يقول لي طب الامن رافض، انا اعمل ايه؟ صح. فبالتالي انا سايب الموضوع مفتوح بقى لنا اربع خمس سنين لغايه ما الامور تستقر تماما، وكل واحد يبقى ليه ملعبه ويرجع ملعبه، وكل المحظورات اللي احنا شايفينها ما تبقاش موجوده. مقابل ان انا ابقى متشدد في اللائحه شويه. على العموم حاج عامر، انا عارف الدور اللي بتقوم بيه طبعا والمجهود اللي بتبذله. عندي نقطه بس، يعني يمكن في بعض الاوقات في تصريحات بتطلع متضاربه شويه، او بتطلع في حاجات ممكن ما يبقاش التخصص بتاع حضرتك، في حد يتكلم في حاجه تخص حضرتك.